تقريبا يعني فيش حياة بالمرة هنا، يعني قد ما تقدر الأم بدها تحاول تحافظ على ابنها، لا في مية ولا في كهرب ولا في أكل، فيش فلوس عشان توفر لابنها اللي محتاجه. Lots of patients I have to deal with every day. Lack of medicines. Many ladies they lost their babies. Newborn babies due to the extreme condition that we face. بدي أكل لازم فاكهة، لازم أشرب حليب، لازم البيض يتوفر لي يوم يوم. يعني بصراحة هذا كله مش موفر عندي. انا بجيبش بامبز، بجيب شرايط وبحط لها اياهم. ايش بدي اسوي؟ ايش بدنا نسوي؟ البامبز حق 2.5 مليون، من وين اجيب؟ واللي زي جوزي قاعد بياخذ شؤون اجتماعيه، من وين اجيب؟